خلينا برضو نرجع لنقطة الجغرافيا، وعايزين نفهم بس بشكل كده أكثر تفصيلا من حضرتك دكتور إيهام، وتشرح لنا بالظبط والناس تفهم بالظبط إيه الرسم الجغرافي وإيه اللي حصل، ونبدأ بعد كده نخش بقى في الأحداث التاريخية. بداية إزاي اتكونت؟ نعم، دي ايه منطقة أخدود البحر الأحمر القرن الأفريقي؟ دي منطقة انكسارية، بمعنى ان دي احنا وشبه الجزيرة العربية كنا أرض يابسة واحدة، حصل فيها انكسار عملاق اللي عمل لنا كون البحر الأحمر، وبالتالي عندنا تشابه طبيعي وفي الظاهرات ما بين الجانب السعودي والجانب المصري على ضفتي أو على جانبي البحر الأحمر. نتيجة عملية الشد اللي بتحصل في الانكسارات، الشد الجانبي بيحصل فيه تفتيت لبعض الأجزاء الأطراف، فالتفتيت ده بيكون عندنا مجموعة من الجزر اللي هي جزر البحر الأحمر، موجودة من أول القصير إلى خليج أي العقبة والسويس، وبالتالي بياخدوا نفس اتجاه في معظمهم، بياخدوا اتجاه الانكسار واتجاه البحر في محاور الجزر ده من حيث النشأة. من حيث التبعية فبتحسمها زي ما قلت أنا في الجزء الأولاني، بيحسمها الموقع، موقعها هي تبع أي أرض. الاحتلال البريطاني لما جه يعمل ترسيم الحدود النهائي لمصر، لو اخذ ترسيم حدود لو عليه الوضع الحالي لمصر لو خريطة عام 85 وما قبلها لوضعها الاحتلال البريطاني بعد الاستقلال، حدد وجود هذه الجزر داخل نطاق المملكة العربية السعودية. طب ليه؟ لان هما في نطاق امتداد اليابس السعودي. التاريخ بيقول ايه؟ التاريخ بيقول ان هما جزء من ارض الحجاز وجزء من ارض لمنطقه تبوك حاليا، وبالتالي دول تحت السياده السعوديه، تحت الملكيه السعوديه، ويجب على الناس تفهم ان في فرق كبير بين السياده والحيازه.